شاء الله العملية راح تتواصل خلال قبل نهاية السنة إن شاء الله راح تكون فيها كذلك حصة أخرى، ونركز فيها على القضاء على السكن الهش بالإضافة إلى إعانات أخرى خاصة بالسكن الريفي. وبالتالي نقول أن الهدف المنشود الهدف المشروع خلال هذه السنة الماضية كان دكتور ما وإن الحمد لله وصلنا إلى أكثر من 7000 سكن في وإن شاء الله فيها كذلك السنة القادمة فيه مشاريع اللي راح تعرف الانتهاء منها وراح تاني كذلك نزح على المواطنين. أنا هذه المناسبة أولا نهني المستفيدين كذلك نبعث رسالة مثلها لبقية طالبي السكن نقول بأن كل سنة كل ملفات سوف تدرس بعناية إن شاء الله راح نوفقوا في توفير السكن لكل المواطنين، هذا من أجل تحسين من أجل كرامة المواطن أولا وكذلك تكفل تعهد الدولة خاصة من خلال برنامج رئيس الجمهورية اللي كان تعهد أن في خلال 54 تعهد كان قدمه أننا إن شاء الله نكون في خدمة الوطن والمواطن.